الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليالكسر دوادا مؤتمر كي سديدات أي سوق من قابيين مركز توفيق إسلامي سنتر مانتا وأهمالنتي سدحاد محاضرتنا ومدي سدحاد عوانك محاضرتنا وقيبتي لبات تتاركا وحينوسو جين دونا شيخنا شيخ مصطفى إسماعيل، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درس كهرة وحنكو صوت المامني الدولة الخوارزمية هي تتارك دقال دي دحمري وحن صوت المامني إن دولة دع أي دنتي مدحوين هيدينا وبحصدي كدبنا وكو جيريو دي جزيرة ديرا كو دحتالة بحر غزوين وحين صام الري مقالو ينكي بريقة حقاية ووينة سيبا بخارة يا سمرقند يا وحي كاق ددوا وتتاركو أي قعانتا مريين وحين هذا يسكت ديدنا بل سلا سنة كاسي لح بقول يتدوي تبان كي هجرية دا ورنتي أها سنة كي وقع جبدنا لين تمسلمين تمرك الله يقو تاريخها هور إن إنه دول مرة عبار دولة دي أو بلا مضحة مقالوا ينكي أو عيدا مدي شبان إيو جنكس خان وحا وكيالي دولة تان لبدا قبل وقوة وينا وحيا هايين قبل كالايدا خراسان هي قبل كالايدا فارس أما أنا دا قبل كالايدا خراسان فارس ووصان نغندونا هي قبل كخوارزم خراسان وقبل كيالة وقوي أفغانستان هي بريغة إيران انت أصول الله اسكدره أي تاريخ دي مسلمين تهري لو يغاني خراسان وحكويا اللي مقالوين ووين عانا أي كم دا هيد بلخ أي كم دا هيد مروة أي كم دا هيد نيسابور أي كم دا هيد هرات ومقالوين انت بضانا مغشان فلان النيسابوري إمام مسلم وكله أما فلان المروزي ورير مروة أما البلخي magaalooyinka si waxa ay magaalooyin waaweyn oo muslimiinta dhulkay deganaayeen ilaa laga soo gaado Ghazna dawladda Ghaznawiya dhulkay joogay jirtay Ghazna waa Kabul hoosteeda ilaa 150 kilometer ba ka hooseysa Khwarizmna waa magaaladii Samarqand aan sheegaynay bay bari ka sii xigtaa iyadu markaa ama aan idhaahdo galbeed waqooyi bay ka xigtaa galbeed waqooyi ayay Samarqand ka xigtaa وحانا مرا وبيغا جيحون لو يغانو او بركاسي هادا دح مرا لبنان دولدو دي أوزبكستان يا تركمانستان لاي دادو جنكس خانو حكو تلقى لي انو بلشدا مدح دي دون تي بركو هرب بغق لي سيان عيدنا باوغو هرب منين دبتانا صدح كو حوض او عيدما دي سكاترسان ايو كالاد دي صدح دا كو حوض كو حوحو دي إقليم كالله يغانا فرغانا فرغانا وقبل كوكو حيكا تشاينا مركاسي الدولة الخوارزمية دورية تبن دولة دودو إمي كتشيرة أيا لسكو أورنجري دانك ها جاينا حدود كالالا هيد دانك أن عراق بي حدود كالالا هيد دانك أن ساري قوقاز أو دان بي هيستي دانك هوسانا إلا سند بي چوكتي وبيغا سند مرة وباكستان وبيغا دح مرة
باكستان قيبتي هذا كونفرا هذا كرمان ليده هذه واحد صور ده من الدولة ده ما كترسن مركوا الدولة هذا بلارن سهاد واحد نشوفنا قيبتي هذه صار وآه نلقي بور ليده ها نلقي برواقة ده بدنا نلقي الدولة ده كحوق بدنايت قيبتها صار مركاين نشوفنا كوح ده كواد وحود دري مقالة ده ليده ده فرغانة فرغانة وزبكستان بيكو تالا ومقالوا إنك مركا يدي أطرار با وقحيقي دنكا تشاينة شام بقولو كيلومتر با مركا باري لوغا كعيا سمرقندا وماشي ومركا وچوغو دوقي جنكس خانها كوح لبادنا وحو ديري مقالة دا ترمد إمامي ترمدي ترمد 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 انت بواي واخريان إمامي ترمدي مقالة دو كيمي ويان صاحب السنن كا ودن كان هذا أوزبكستان لا يدعي كتالا وحو كلاو ديري يدو بغل كيلومتر وقوري كونفور كسو حكتا سمرقند دا مركا ينو تشوغنا وحو كلاو ديري كوح كلا او قلعاد وين او كلاب اللورن شري او قلعاد هي قوة وين اي نهر جوحون كي يالايا سدح دا فرقادات بو ديري سدح دا ميلاد بو كلا ديري سدح دا ميلاد با دادكي كون نولا وشعب dulka la la simay ragii waa la laayay dumarkii waa la doonsaday arurti ka dalik wax kasto oo ka jiray uu tirtiray waka utilmaamayo en rawat taariikh nin kamida baa wuxuu leeyay waxa yiraahdeen buu yidhi inna tatara la yartawuna illa bidimaa wala yas'aduna illa bil kharab wat tadmir وإنهم لا يهزمون بيراده تطاركو كما هرات بيلان دي جمو يعني ودي جعبو وحيكلوكو سيفين يين ليبان تيا فرحاد يا براده هي سرادة يا برواقة دا وحي قادان مركا ومد لهلاقة لا ترتيرو يعني وچوكو دا وعيارتو دا يا فرحو دا يا ريرينتو دا يا سرادة يا برواقة دا waxay helayaan marka ay dad tirtiraan ka saddexaad waxay dhaadeen waa ciidan aan la jabin maxaad u malaynaysaa shacab risaalada la gaadhsiinaya ay nooca tahay dowladdeedii sarena ay duntay jinka qisaasi ciidamadiisi marka waxay soo galeen markay saddexdaa magaalo soo baabi'iyeen ee dadkii la wada baqageliyey ayaa waxa loo soo kacay afghanistan waqooyigeeda waa dhulkan taajigu degan waxaa la soo qabtay magaalada la yiraahdo Balkh Balkh markay imaadeen waxaan hore loo arag bay sameeyeen laakiin dambay kala hayeen reer Balkh way u soo baxeen waxay ka dalbadeen ammaan magaalada inay nabadgelyo ku soo galaan dadkana ay nabadgelyo siiyaan lana ogol yahay inay dowladda Tatarku meesha soo gasho ammaankii buu siiyay dabeetana wuu dhaafay wuxuu tagay magaalo kale oo waqooyiga Afghanistan ku taala oo Talaqaan la yiraahdo طالقان يدا مكي وتجي وارنول قال عدوى وين له حصون تربى ضن له دبا تنوى استفاعين دور بلود بو قدو منكو هيي دور بلود كدب والله تشب صدي وحين رك شيغان شري وو قماضي دمر كي عرورتينا فرسا ما دي سيبكو استعماله وصار دافي وحين من مقال الله يقانه مروى marwa markii uu soo galay waa magaalo weyn marwe oo turkumanistan ku taala balxtay inuu markaa sheegayne uu ahdiga siya 450 kilometer ayay galbeedka xigta magaaladaas uu soo galay magaaladan markii uu ku soo socday reer balx buu soo maray qoladii waa amaan ka siiyay wuxuu dhidinka amaan baan idin siiyay laakiin bi shart way la dagaal galaysaan waynu wada duuleynaa marwaynu ku wada duuleynaa marka amaankiinu saasu ku sugmaya dadkii waa iska baqeen waa aqbaleen naxad ilkutaab ragib sirjaani baa wuxuu leeyahy reer balakh markastoo muslimka la jabinayo ma sidan bay u dhaqmi jireen balakh waa meesha iminkana waxaa la yidhaahdaa laba meelood oo casrigan aynu nool lahay gaalada caawiyey ayaa ahaa taariikhdii tataarkana labadii kooxood ee caawiyey qola waa kurdida waqooyiga ciraaq degta
تتاركا ويسوع ويا دغال كي بغداد يدرك اللغة بسرية ويكاس غايب غالين وينو إيمان دونا قال أنا وغويغا أفغانستان قال هذا شوكته لما قال هذا مريكان كسوع ويا يا تتاركا مركان عاوي وحالا إذا هذا رر بلخ وحي راعين تتاركي دغال كي لغالين عيدان بلادان او هوغامين ايا جنكس خان ويلو دالاي ايا مروه سو قبطاي رير مرويغ waxay go'aansadeen inaanay sidibin dirirna inay galaan dadkoodi bay mobilize kareeyeen 200 kun dad gaadhay oo ciidan ay ka dhigeen bay dabada ugu soo saareen ninkan aan dabada isku haleel la yiri dabada muddo la istilay dagaalkii cabaar buu socday muslimiintu waa sabreen tataarkiina waa u sabreen waa la isku maaday akhiran ولا تشبيه غلط المسلمين تاعي وهي نفسيات كدتك المسلمين تاعو حابك وتشرد ديت تتاركة وجيش الاحمر كي يورين جرين ليس مهرتاغو ليس مهرتاغين واتشبيه وقع الرهيبة بعد عي مسلمين تي اللي بدا بقول كنا ها انتو دي غبض نيد ولا لايي باقي غينا محابس نما لوقف صدي ان يرمو يعني kadibna magaaladii marwo loo dhan jiray ayaa la go'doomiyay xisaar lagu sameeyay afar maalmood markay go'doon ahayd ayuu ina jinkis khan waraaq u qoray ninkii qaadka magaalada ka ahaa wuxuu leeyahay niyow wixii dhacay dhace haddaan nabadgelyo kala saxeexanno waxaan idin siinayaa magaaladiina tan ammaan bishart ammaanka aan ku siinayo waxaan rabaa inaynu kala saxeexano aad soo baxdo aynu wada hadalno ninkii magaalada madaxda ka ahaa arrinkii wuu aqbalay mar haddii magaalada laga guurayo caynkana ammaan la bixinayo dagaalkiina wuu ku qadhaadh yahay wuu soo baxay waa u yimi markii uu yimi ina jankis khan wuxuu faray in sida boqorada loo soo dhaweeyo waxaa la sameeyey soo dhaweyn weyn xaflad baa loo sameeyey ninkii madaxda ahaaba meesha yimi waa la ixtiraamay waa la maamuusay kadibna wuxuu yidhi waxa aan rabaa heshiiska aynu wada galayno in dadkaagii waaweynaana kaala qayb galaan isla markaana dee dowlad weyn baanu hadda nahay oo dhulkii ka talinaysee inaanu dadkii magaalada ama duqeyda ahaa ama dowladda saraakiisheedii sare ama waxa kan wixii noo shaqayn karee dee shaqo qaban karana inaanu doorano heshiiska wada galno ayaan doonaynaa marka adiga waa ku soo dhaweynay noqo duqeydii iyo waayeelkii magaalada noo keen dib uu laabtay wuxuu u yeedhay dadkii madaxda ahaa dadkii isaga ka agdhadhawaa dadkii waayo wuxuu ballan qaaday inuu dhul siin doono inuu maamulka ka qayb gelin doono inay dad la isfahmo noqon doonaan ninkii magaalada madaxda ka ahaa marwo dib uu dadkii ugu laabtay wuxuu keenay wixii magac iyo maamuus ku lahaa magaalada markii uu dadkii soo ururiyey oo soo dhaweyntii loo sameeyey oo meeshii yimaadeen ina jenkis khan wuxuu amar ku bixiyey dhammaantood in la xidho dhammaantood xadhiggaa loo jiiday dabeetana wuxuu yidhi laba su-aalood oo qudhaar idinka rabaa magaalada wixii maalqabeena liiskooda qora wixii farsamo yaqaane technicianna xirfadyahane sanaaciinana liiskooda ay sameeya waxaa loo qoray magaalada wixii dad wax haysta deganaa ee maal qabeenaha waxaa kaloo loo qoray magaalada wixii joogay farsamo yaqaan intaasi markay dhacday magaalada madaxdeedina la hayo askarteedina hore loo soo laayay wuxuu yidhi magaalada laga soo baxo dadkoo dhan ha loo yeedho dadkoo dhan baa laysugu yeedhay markii ummaddoo dhan laysugu yeedhay buu kursi dahaba meel loo dhigay waa ina jenkis khan halkiibuu fuulay awaamirtaan soo rogayaa buu yidhi hadda amarka koowaad wax allaaliya wixii madaxa shacabka hortiisa ha lagu bireeya buu yidhi wixii madaxa ahaay oo dhan dhegta dhiigga loo daray waa la gowracay intaa kadib buu wuxuu yidhi wax allaaliya wixii farsamo yaqaan ah qaraqoram ha loo diro qaraqoram waa caasimadii mongoliya markaasi iyo tataarka looga talinayay caalam alislaam iyagaa technologyga dunida markan hogaaminaya iyagaa farsamada looga dambeeya wax allaaliyo
ودغالكي لباد جيرماني مركي لي جبيي وخي لغو سمييي وحلاليه وخي وحقون اهانا وخي دي هلا ديرو فرسمه غرانيي وخا لو ديراي قرقورن با لو ديراي وخا سو هاداي وخي مال قبينا وخي مال قنيبنا بو يدي ايغا وين لا تورشر غريا الا انتي كعدينيان وخي خسند مغالدان تالاي ميش اي تالو وخي تاجر اهانا وخا لغو غوراي قرع الله دريه تمسته واحي أدوني هيني ينا واشيغي مقالة دبو يدي عيدان كو حقلو وحي وحفي عن ثمينة شاي قيمة لي يالا العق يالا دهب يالا وح قرح لي يالا وحاسو دين مقالة ده اللقا صوق قربو يدي عيدان كي مقالة ده يقالين وحي وح قيمة يالا يوردن بل صوق قرأ صدح مال مود أيال لقرية مقالة وحية الله أسكرت شقك لهين وحي مقالة النفل أيال إن لا أروري صدح مال مود بل قرية بلدا حتى قريتان كوحو قاري بيدا هدان بقر هرا بقر رضي مسلمين تكمدو سنجر لورن شري أي يري حباشي سهل قضاء سنة الذهبية وحمبا ملك شري حتى بقر كي سنجر لورن شري حباشي سوال قضاء إياد الله بادي دون أيو وحون إن لهلي كره intaas markii ay dhacday ee magaalada wixii hanti yaa leeyra la qaatay ayuu amarkii kama dambeystaha bixiyay wuxuu yiri magaaladani way ina la dagaalantay ciidan baan ay ugu soo saartay waa maanta laga bilaabo halalaayo dhamaantood wuxuu soo ragay qaanun labaad oo ah dadka magaalada jooga oo dhan in la laayo magaalada dhamaanteed baa la dilay baa la leeyahay ibn al-athir في كتابه الكامل وحليه هي إن جنكس خان وح أمر كبحي أمر كيدت كلا ودلايين ميت كلا تري يبود دب أنا ميت كي بالله سو تري تردي ميت كوح النقض يبود 700,000 جواب قرا الله وضع دقي تضاب بقرا كنا قف وهل مجال الدجن يعني واحد كف كرتها عواصم تي دوني دول كاسيه هانشرت واجا ما لها وقب بدن ابن آدم دقبه هانشرتي todoba boqol oo kun oo qof baa madax laga jaray magaaladiina buu leeyahay marwo loodan jiray ikhtafa dhikruha min at-taariikh buu leeyahay warkeedu taariikhda halkaas uu kaga baxay inta markii ay sameeyeen bay ka dhaqaajiyeen waxa la qabtay magaalo la yidhaahdo Nisaabur Nisaabur iyana waa magaalo weyn oo Khuraasan gobolkaasi ka mid ah waxay ku dhacdaa wadankan hadda Iran la yiraahdo een waqooyi barigiisa bay ku taalay Nisaabur markii uu yimi reer Nisaabur iyana way isku dayeen inay isdifaacaan shan maalmood ayuu go'doomiyay go'doonka shanta maalmood markii uu dhacay oo xisaar lagu hayay oo dadkii baqeen oo naftii isugu timi oo wararkii Marwa iyo Samarqanda iyo Bukhara iyo Talq iyo wixii uu magaalo soo baabiyay warkoodii la hayo dadka waxaad moodaa intaan laba soo gaadhin inay geeri baqayaan yaani baqdin daraadeed inay geeriyoonayaan ayuu akhiiran magaaladii furtay dabeetana wuxuu yidhi magaalada dadka ku jira oo dhan dabeedaha loo soo saaro meel saxaaraha la isugu soo saaro magaalada markii dadkii ku jira oo dhan dabeeda loo soo saaray ayaa waxay sheegayaan in Genghis Khan baa loo tago waxa la yidhi magaaladii hore aynu laynay dadkii badhunbaa seeftu ku dhacday iyagoo aan dhimanin laga dareeray dadku may wada dhimanin dadkani waa dad raba inaan qof noolaanin Al-Muwaffaq Al-Baghdadi taariikhiyahankaasi wuxuu lahaa lama arag buu yidhi dad u soo baxay inay wax tirtiraan la arag buu yidhi dad intay dal qabsadaan raba inay xukumaan markaas buu yidhi tataarku mulki iyo waxbaba may doonin inay wax tirtiraan umay rabeen waxa loo sheegay magaaladii hore ay tirtireen 700,000 lagu dilay dadkii wax nolol uun ku sugnaa inay jiraan wuxuu yidhi magaalada tan dabada la isugu soo saaro kadibna wuxuu amar ku bixiyay magaaladan si aan u hubiyo dadkeedu inay dhinteen dilku waxa weeyaan buu yidhi qof kasta waa in madaxa la gooyaa qaar ka saa madaxa iyo inta kale way kala baxdaa dadka madaxa laga wada jaro si loo xaqiijiyo qofku inuu dhintay culamada taariikhda waxay dhahdaan magaalada tanna bil istithnaa
iyadan waxba laga reebin ayaa raggoodii madaxa laga jaray. Wixii dumar ahaana la kaxaystay 15 maalmood baana magaalada baadhitaan lagu waday oo dahab iyo lacag iyo xoolo laga raadcaynayay. Nisaaburna waxay ka tageen baa la yidhaahdaa atharan bacda cayn, raad iyadoo ah meeshii magaalada ahaan jirtay iyana saasaa lagaga tegey. Harat magaalo la yidhaahdu soo galay, haddana afghanistan waqooyigeeda ku taalla. Ibnu Jenkis Khan waxba ayaan taariikh balballaadhin siduu kuwii hore u gal u galay iyana uu ka takhallus. Magaaladan markii la leynayay nin boqora haystay oo la odhan jiray Malik Khan, boqorkiina waxoogaa yaroo ciidankiisa ka mid u qaatay. Casriga waxay caan ku ahaayeen boqoradu ibixiya u bixinta yidhaahdaan wuxuu ka haysan karaa intuu ka haystay inuu taw yidhaahdo. Waaw, in ciidan uu ka haystay dabeetana meeshiibuu ka baxsaday. Magaalo bilaa ciidan u soo galay, kadibna wuu tirtiray. Khuraasaan 617 hijriyada sanadkaa gudihiisa ayaa dhammaanteed la tirtiray. culamaa taariikh waxay leeyihiin min acjab alumuuri alatii marat bilardi iطlaaqan weeyaan bay dhahaa. Lama arag Khuraasaan bay dhaahdeen oo dhammaystiran sanad gudihii waqtiga yare intaa leeg in sidaa loo galo taariikhda hore iyo dibtoona looguma arag. Khuraasaan markuu hubiyey inuu tirtiray ayuu ka tallaabay gobolkii boqortooyadu ay degenayd Khwarizm. Alkhwarizmi buu ahaa boqortooyadii iyo dowladda oo dhammay gobolkaas dowladda laga xukumi jiray ayuu waacday. Gobolka kani wuxuu dhexeeyaa Uzbekistan iyo Turkmanistan, labada dal dhexdooda buu ku yaallaa. Waxaa mara webiga Jixoon la yidhaahdo. Khwarizm waa magaalo qani ah xagga dhaqaalaha, istraatiiji ah oo meel khatara ku taalla. Population aada u tiro badani degan yahay. Boqortooyadii waddankan maamuli jirtay dhulka dadkoodii degan yahay ah. Kadib maadaama ay taliskii meeshu ay ahaan jirtay ah, Jenkis Khan wuxuu u diray ciidamadiisii ugu tiro badnaa. Khwarizm wuxuu kaga xisaabtamayaa maadaama dad badanina degan yahay, dagaal la xoogganay inay la kulmaan. Ficlan way isku dayeen gobolkan dadkii degi jiray iyo magaalada tan inay isdifaacaan. 5 bilood ayay qaadatay inuu xisaar ku hayo go'doomin. 5 bilood wuu furan kari waayey. Ciidankii Tataarka waa u suurtogeli weyday inuu dabeetana waa la soo kordhiyey. Ciidankii Tataarka mar labaad ayaa la tiro badiyey. Ugu dambayntii waxay ku guulaysteen Tataarku derbiga qayb ka mid ah Aswar baa magaalooyinkii qadiimka ah ku wareegsanaan jiray derbi difaac laga galo. Derbigii qayb ka mida buu dumiyey. Dabeetana wuu soo galeen, dagaal baa bilaabmay. Dagaal aada u halisaa qabsaday. Labada kooxoodba waxaa la yidhaahaa tiro aada u badan baa ka halaagsantay, yacni dad aada u tiro badan waa la ysku madhay. Markuu arkay Jenkis Khan ciidamadiisa inuu khatar ku jiro ayuu haddana madad kale u soo diray. Ciidan saddexaad baa yimi oo Tataarka ah, laakiin magaaladan yare miskiinta iyada cidi uma maqna. Waayo muslimku qolo waliba tuula gaarabaa naftu kaga baxday, wixii isku xidhi jirayna waa tii la waayey oo boqorkii baxsaday. Magaaladii waxay isku dayday inay dagaal ku jirtaba akhiiran waa la jebiyey. Dabeetana dadkii wax dhuunta, wax godgala, wax baxsada, waxba sibay yeeleen. Baadhitaankaaba ay nagu tiro badanayo bay yidhaahdeen maxaynu samaynaa. Magaaladan wuxuu go'aamiyey, magaaladu waxay leedahay dhaam aada u weyn oo webigan biyaa uu ku shubo oo sad dheer derbi dheer uu magaalada ka xigo. Wuxuu yidhi magaaladan waa inagu rabshad badatay, sadka ha la dumiyo, derbigaa la dumiyey, dhaamkii magaalada ku yaallay baa lagu faruuray, Khwarizm webiga Jixoon baa lagu daray. Ilaa hadda webiga Jixoon bay ka mid tahay. Magaalada gebigeediiba wuxuu raaciyey, webiga ayuu ku daray. Dadka intii baxsatee god gashay iyo meel gashay iyo guri ku dhuumatay iyo kan ku dhuumatay waxaa la raaciyey daadka. Waxay dhahdaan taariikhda lama hayo wax la mid ah qowmu Nuux mooyaane. Qowmu Nuux sidii Alle u qarqiyey badda ugu daray ayaa magaalada tan iyo dadkii joogay dhammaantood badda lagu daray. Waxa aan ka warramayo dhammi waa sanad gudihii, waa 617 hijriyada.
خوارزمنا ساس بوكا تخلص وحمركا وتتاركو قعانتا كوديغي خراسان هي خوارزم ودكي لورنشري ابا الدولة الخوارزمية وحن وليق عنتا تتارك قالين كونفورت الدولة ده كونفورت الدولة ده وحويان كابول لغا صوب بلابو الى يا باكستان إما كوانتي انتي سريقة وقازيين تايو ايران دين عيدا برية انتا سريقة انتو قبصدي وحن وليق عنتا الدولة ده تتارك قالين مركا الدولة دي خوارزميين تلورنشري كونفورت دي كونفورت دا وحا هايستا بغر كاينان كيسي جلال الدين نين لايدا دو ينا مديسي رون رونا كامي دا ايا مدحكا ها تنوحو النغضي الزعيم الشرعي للدولة مدح دا قولا يدالا اعتراف سيني ودن كي ولاي هاي وحو يسكو دايي انو عيدا ما اورور صدا دولكا انتن مركا الله سوكو صواب حال الله سوي ماريا ودول عادك ودولكا افغانستان لو يغانا مانتا ودول بورالية ودولان فرضه السيف دودو قالين ودولان تاريخ ده هورد دادك الدقان لو تشبين شرين ودول دادك الدقايهين داد دقاليه هنا ودول دادك الدقاء داد حماسة إيمانية له أو حسكا دعية ودول دادك الدقاين تبادان أنا يقونين قميسيك وحالو يقانو سادرا داد عيدا بو أرور صدي وسميسان أيو جنكس خاء وسميسان أيو جلال الدين ابن محمد من خوارزم شاه والربو ينو اسكي الدفاع تطاركي markii uu ciidankaasi urursaday waxa uu madaxa magaalo la yiraahdo Ghazna Ghazna 150 km bay koonfur Kaabul ka xigta halkaas uu degan yahay oo madax uu ka dhigtay een caasimad uu ka dhigtay Genghis Khan markuu maqlay ciidan ba halkaas isku urursaday ciidan tira badan ayuu magaalada Ghazna u soo diray inay weerarka lagu qaado meeshan waxa kaloo yimi عندما أتراك أو وطه نين ليلة ده سيف الدين بغراق أو دقالية هنا هان شري نين دقالة ده آد وعانا هان شري قائدنا أها أو صدن كنو عيدنا وطايا صوغلي إسنو حقوب بيري جلال الدين عيدا كيسي وحكا لهم إيش يمي لحدنا يكون وما قالوا إنك إلا ترتري عيدا ما دي فرنتك كصوب حصدية أو ينكو أنفرت صوغلي لحدنا يدا كنا ويتمي إذن جلال الدين عيدا كيسي أورور صدي صدن كن أو وطنك على رأس سيف الدين بغراق لحدنا يكن أو بحثية أنت أسبو اسكو أوروريي دبتنا وحلق علي الدفاع عدك وحكلو يمي بغر كيسنا هرات كسو عرري ملك خان لورنشري أو اسنا إنقوتا أو وطا أيا اسنا سو قلي وحماشي اسكو ورصدي عيدا ما بدنا مسلمين تليين وح سوى شبي ايا وح سوى مدد كيمي ايا وح ماشي سيشو غيبا عيدا ما كمانكم قاعدة يا مركة كم باي سوى يمي وليبا فرقة التركي قاهي اتراك تاهي ايهين نمان ويل تريني ده اسكار رسمية او وطو نين دقالية هنا ولا يقانا او يعني تخطيط كدقال سيفي عن وحوكا قرنية عيدا كي وحالا قرتي مركة جنكس خان يا عيد مدي سين لو قب حدول استراتيجيا ان مقالة ليسكو هليلين وحو بحي مقالة بلق الله يراه ده ومنطقة وعر بيراه ده انا ادو دقح بدن بورلية فردوها انا يفضوضين ان يسفي عنو قد دقال قل كران عيدا كا ان فردا ادو داري يفضوض بلا كورها لغو فولو دقالي هنابو وطا جنكس خان يا عيد مدي سو مركادو لان فردوه كفي عينين ayay u dageen dagaal ba meeshi ka dhacay ciidankii muslimiinta iyo ciidankii uu Genghis Khan watay isaga ka socday ayaa ishaleelay muslimiintu waxay galeen dagaal mintidnimo ah oo ay arkayaan inaan waxba u harin idan xamaasada ay muslimiintu xamaasadoodeen markay arkeen inay isku soo urureen mantaqada ay ku dagaalamayeen oo dhul istaraatiiji ahayd tirada oo marka kan aad u badan ninkan ciidanka wata Saif al-Din Baghraq oo kalsooni dadka ku abuuray ciidankiisa military wato ciidan khatara iyo ninkii marka kan wadanka qaybtiisa hadhay madaxweynaha ka ahaa oo go'aansaday inuu dagaal galo oo isna safka ku jira boqoradii hore way yaacay laakiin ninkan waa nin madax oo raba inuu dagaalka galo oo isna safka koowaad ku jira arrimahaas oo la isku daray
waxay keensatay inay muslimiinta niyaddu u dhisanto oo ay garan karaan inay wax iska dhiciyaan. Muddo markii la isjafayay dagaalku socday ayaa dagaalku adkaaday. Maalintii koowaad waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday. Maalin labaadii waa la isgalay, waa la isku madhay, waa la isku gobol dhacsaday. Maalin saddexaadii waa la isgalay, waa la isku madhay. Kadib baa ilaahay u jabiyay nimankii gaaleen. Saddex maalmood markii la isayay kadib ayay gacanta sare yeesheen kooxdii muslimiinta ahayd. waa awal mara markaa taariikhdii tataare hore ee koowaad ee lahayo la jebiyo. Dilkii baa ku tiro batay, baaqigoodii baa kala firdhaday, meel kasta waa loo caymadiyey. Jenkis khaan oo magaaladii Talqaan jooga ayaa warku gaadhay la odhanayo ciidankaagii waa lagu hurgufay, idinkama noola. runtii waxaa muuqday barakat alijtimaac, dadka muslimiinta hadday isu tagaan iyagu isnabadgeliyaan way dagaal wada galeen, inaanay jabaynin. waxaa kor noqday macnawiyaadkii muslimiinta oo jeeshka tataarka lama jebiyadiibaa been noqotay. ninkii la odhan jiray Jalaaladiin ibnu Muxamed ibnu Khwarizm Shah, boqorkan koonfureed ee odaygii hore dhalay, kalsoona u gashay ciidankiisi oo wuxuu arkay rag wax iska dhicin kara, raggu maanta wataa inay yihiin. kadib Jenkis Khan buu waraaq u diray oo yidhi ma kugu hadhay, dagaal baan diyaar u ahay. haddii war hadhay waa dagaal. Jenkis Khan ciidan dambuu soo ururiyey, waa soo dagaal tegey. mar labaad baa goobta Kaabul hadda la yidhaahdaa laysku haleelay. caasimadan hadda Afghanistan ee Kaabul la yidhaahdo ayaa dagaal labaad laysku haleelay. dagaal adag buu noqday oo meesha ka dhacay. muddo markii la ishayeyna dagaal ka xoog badan bay dhaadaan kii Ghazna Balq agteeda meesha yareeda ka dhacay. dagaal ka xoog badan buu noqday kan Afghanistan caasimadeedii ka dhacay Kaabul. mar labaad waa ku cabbeen nimankii tataarka ahaa, waana ka xoog badiyeen. waxay noqotay tataarkii in mar dambe la jebiyo. laakiin mushkilad cusub baa soo ifbaxday. waxaa soo baxay tataarkii waxaa laga helay ghaniimo gayru caadi ah, waayo wixii dhul muslim lahaa oo dhan dee waa kuwii soo guray. bukhaara, samraqand, naysaabuur, marwa, haraad, balq, wixii magaalaba jirtay Talqaan waa kuwii soo gurtay. ciidamadani waxay ku raraayeen xoolo aad u tiro badan leh. markii la jebiyeyna waxaa laga qabsaday xoolo aad u tiro badan leh. ciidankii Jalaaladiin watay xoolihii baa la isku qabtay. Sayfuddiin Baqraq iyo ciidankiisi waxay yidhaahdeen dee dagaalka waanu ka qayb galnay, si fiicanna waa u dagaalanay, xoolaha barhkaygaana la siiyo. Malik Khan kii haraadka soo cararay isna dagaalka ka qayb galay, isna wuxuu yidhi xoolaha barhkaygaa la siiyo. muslimiinta dhexdoodii waaba la murmurmay, murankiibaa adkaaday, dagaal baaba dhacay, dhexdoodii baaba la iska dilay. Sayfuddiin Baqraq nimay walaaliyeen oo ciidamada raggii hogaaminayay baa kow lagaga siiyey, muslimiintii waxbaa ku kala dhintay. markay halkaa marayso ayuu Sayfuddiin ciidankiisii 30,000 ahayd dagaalyahankii uu watay ayuu kaxaystay goobtiina iskaga tegey. waxaa soo baxday fikraddii ah in dadku ciidanka hunguriga isku dilo. tu nabi Muxamed la calayhi salaatu wasalaam fa wallaahi ma alfaqr akhsha calaykum, ilaahay baan ku dhaartay buu nebigu leeyay, faqri idinka biqi maayo, waxaanse idinka baqaa waa xoolo, ina xoolo heshaan oo aad dabeetana ku loolantaan siday kuwii hore ugu loolaalmeen, oo dabeetana ku halaagsantaan siday kuwii hore ugu halaagsameen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xoolihii la ysku qabtay waxaan isleeyay yurub maanta way islaami lahayd. haddaan muslimiinta xoolo isku qaban, dagaalkii ugu dambeeyey muslimka lagu jebiyo ee ghazawaadkii muslimiinta ee Spain ka soo kacay, France gudaheeda Lyon dacalkeeda laga jebiyey, balaat shuhadaa sababtiisu maxay ahay? iyagoo ku cabbay gaaladii oo ka xoog badiyey oo garoonka haysta ayuunbaa qayla yeedhay odhan ise qariimooyin ay siteen oo ay gaalo hore ka soo furteen oo xagga dambe taallay. gaaladii xagga dambe ka wareegto qariimadii baa la gurtay, ciidankiiba intuu ka baxay
safkii koowaad ee dagaalka uu ku jiray buu dib u noqday ilaa iyaga aakhirkii la tirtiray. Qaniimay ku jabeen balaadu shuhadaa Faransiiska gudihiisa muslimiinta jabkoodii koowaad ee dib loo celiyaaba qaniimu ku jabay cabdiraxmaan ninkii loodhan jiray ciidanka hogaaminayay. Kan qaniimay ku jabeen, qaniimadii baa la ysku qabtay. Waxaa dhacay Saifuddin ciidankiisii inuu iskala baxay, Jalaaladdiin wuxuu isku dayey inuu qanciyo, in badan buu ka daba tegey, in badan buu isticdaafsaday, in badan buu bariyey. Laakiin ninkan walaalkii la dilay waaba u qurqursami weyday waxaniba, ana madad baan idinku imiyo inaan wax idinka dhiciyo, idina walaalkii baa disheen, un buu ise soo taagay, wax kaleba waa mari waayeen. Uu iska tegey isagiiyo ciidankiisii. Markuu ka baxay, ciidankii niyad jab baa ku soo kornay. Iyagii oo isqabqabsaday, dagaal dhexdoodii ka dhacay, muslimiintii oo badh noqotay, may dhicin labadii guulood ee waaweynaa ay muslimiintu gaadheen inay midhahooda goostaan ama istithmaar inay ku sameeyaan. Genghis Khan marka kan ciidankiisii ayuu soo urursaday, isagii baa soo duulay. Awal wuxuu soo dirayay abnaa'uhu baa ciidamadan hogaaminayay. Hadda ra'su dawla almagooliya ciidan wataa soo socda. Muslimkiina waxay marayaan maxay inay iyagii sahayaan, macrakadii ugu adkaydna waa ku soo socota. Safkii muslimiinta khalkhal baa galay. Jalaaladdiin wuxuu go'aansaday inaanu sida tan dagaal ku gelin, ciidankiisii buu ka haystay wuu guuraysna. Genghis Khanna waa ka soo daba guuray, waa la istaba galay. Arrintii aabbihii ku dhacday oo kala dhacday marka. Jalaaladdiin waa sii guuraa, Genghis Khanna waa ka daba guuraa. Laba ciidan oo istaba socda. Kaabul baa layskala yimi, Ghazna laysla soo dhaafay. Jalaaladdiin Genghis Khanna magaalooyinka kuma weecdo. Ciidanka guuray unbuu ka daba guuraa. Ninkana ciidankiisii waa soo waday, waa soo waday. Sidii laysula soo socday Afghanistan waa layskala dhammaaday. Pakistan baa laysla soo galay. Pakistan baa layskala soo dhammaaday. Sind baa laysla tegey. Nahru Sind, wabigan Pakistan mara ee Sind mara, ayuu yimi Jalaaladdiin iyo ciidankiisii wata. Doonyaba wuu waayey. Dani kute rag inay sahleeshaan. Maradii doonya la waayo meel uu gudbaanay jirin. Genghis Khanna waqti iskama lumin, tuulana ma furan, cidna ma boobin, cid kalena ma laynin, ciidankan buu ku daba jiraa. Genghis Khanna waa Jalaaladdiin meel buu la hadlay, ciidamuu dirtay, doonyaa loo doonay. Doonyaha intii loogu maqanaa ayuu Genghis Khanna soo gaadhay. Waxay noqotay in laysgalo. Haatan dani waa dagaal ku tehe, waa laysu jilibdhiga. Maantii koowaad baa laysgalay, waa laysku madhay. Maalin labaadii baa laysgalay, waa laysgumaaday. Maalin saddexaadii baa laysgalay, waa laysxasuuqay. Lama kala tegin. Dagaalkii wuu adkaada. Halkaa markay marayso oo muslimiintiina dad badani ka dhintay, gaaladiina dad badani ka dhintay, muslimiinta raggii wax hogaaminayay Malik Khaankii shalay ay isku hayeen xoolaha doonaya xoolaha, halka buu ku dhintay. Macalfan xoolihii lagu kala tegey waxba lagama cunin. Malik Khan halkaas buu ku baxay. Maalin afraadii dagaalku wuxuu noqday labadii ciidanba in dhimashadu ku badatay oo la kala yaro gurto oo balaysu nasto nin waliba wixiisii uu dib isku dayo inuu isu habeeyo. Hudnada waqtigii lagu jiro oo labadii ciidan kala yaro daaleen oo guul degdega ninna gaadhi kari waayey oo nin walba dhegta dhiigga loo daray oo nin waliba jaraaxaadkiisii iyo wixiisii uu hagaajisanayo, intii taa lagu jiray ayaa doonyihii yimaadeen. Jalaaladdiin ciidankiisii markaa wuu rartay, webigu ka tallaabay, doonyihiina xagga shishuu kaxeeyey. Genghis Khan marka kan ciidankiisii wuxuu ku soo tallaabiyo mahayo. Laakiin ma aladii xadath, maxaa dhacay marka kan? Awal dawla alkhawarizmiya koonfurteeda ninkan iyo ciidamadiisa joogo muslimiintii xagga hoose joogtay way badbaadayeen. Muslimiintii xagga sare jirtay iyaga waa inagii ka soo warannay warkoodii.
هاتن مسلمين تي حقه هو سجر تي عيد مدودي وبيجا سند بيك طلابين وحاس قصوا هاري جنكس خان يعيد كيسي إيوه ما تدي مسلمين تي مقالوا إن كي مسلمين تي وحيان عيدا كودا بينين جنكس خان مركا دبو صار نغضي مركو دبو صار نغضي نوحو بلابي كو مقالدي كوادي اللي قلت بيينو قبطه غزنة غزنو يمي غزنة وحو لسما يدولك وحيدة جوغي واقو ماضي وحيدة اركو تالي وادمي وحو البواب بابي ابن الأثير رحمة الله عليه مركو تعليقين يوحو ليه وحو كتا قيبو خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس ويدا سو استعمالية مقالدا وحو كبحي جنكس خان iyadoo dunsan ciidana ku nooleyn meel la degay baan u ekayn hore ayuu uga socday meel dhexaba markuu marayo Jalaaluddin ciyaalkiisa iyo reerkiisa iyo guur ayuu hela waa qabtayna waa bireeyay boorkan sind ka talaabay nahru sind aabihii baddee waa tii la qabtay hooyadii iyo ciyaalkiisii barigu baxsaday kana markuu baxsaday waxa la qabtay intuu dhalay intuu dhalayna dhegta dhiigga loo daray iyana waa la bireeyey haddaan iska soo koobo warka waanan waxba akhrinin wixii muslim la laayee dambe Genghis Khan afghanistan oo dhan buu qabsaday afghanistan waa dhulka ugu istaraatiijisan caalam islaam bay ka mid tahay waa dhul bay dhaahdaan koreeya buuraleeya ninka qabsada jayna uu ku duuli karo indiya uu ku duuli karo ciraaq iyo xagga uu ku duuli karo qawqaas uu ku duuli karo waa eeshiya halka laga xukumo bay dhaahdaan eeshiya halkaad ka xukunto haddaad afghanistan qabsato Rashiya waa duuli China waa duuli India waa duuli Iraq iyo Iran waa duuli dhan kasta waa duuli kartaa bay dhahaan wuxuu isku hubsaday inuu qabsado meesha Afghanistan la yidhaahdo waddanka kani wuxuu ku caan ahaa dad degan oo dagaalyahana oo caynkana laakiin ciidamadoodii labada goor jabiyey iyana warkoodii waa soo mar Genghis Khan hadda gacantiisa waxa ku jira waddankii la odhan jiray Mongolia, China, Korea, Myanmar waxa barigaasoo dhan soo tiri Nepal wixii xaggaa lagu sheegi jiro dhan soo tiri uu soo wada qabsaday kadibna Turkmenistan, Afghanistan, Iran inteeda bari inta ugu badan leh Azerbaijan, Armenia, Georgia inta hal sano ku qabta taariikhiyahanadu nin meel duulo waa la arko qabsaday laakiin waddan intaa leeg taariikhda wax hal sano ku qabta ma soo marin horena looma hayo dibna looma hayo intuu dilay taariikhda ma soo marin lama hayo magaalooyinka intuu ku dilay qof wax intuu magaalo qabto intaa ku dila dadku laayay hal sano bini aadam intaasoo dada dila lama hayo walaa second world war dagaal labaad ee dunyada iyo ku koreeya ku hal sanadood intuu qof ku dilay lix boqol iyo toddoba iyo tobankii hijriyada lama hayo sidaa ogeed buu ibnu alathir wuxuu odhanayaa waqad jaraa lihaa'ulaa'i tatar maa lam yusmac bimilihi min qadiimi zamaani waxadiithi fa haadihi aa'ifatu takhruj min xuduud siin walaa tanqadi calayhim sana xataa yasila bacduhum ilaa bilaadi armiiniya wayujaawiruuna alciraaq min naxiyati hamadaan watallaahi laa ashuk أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة فإنه سينكرها ويستبعدها ابن الأثير وحليه قال هذا تنوحى ودعيب يلوحى بن آدم هر الله وأرك تاريخ ظهرنا لغو مغلطة دمنا لغو أرك بولي لما أرك بولي كوح يروين تاي چينك صواب حضو هل سنقو دهيد إلا أرميني يكو قبصته بحر الأسود يا غير كده أرمينيا كجادة إلى أي عراق أنت كده حلق بصدا لما أرك بودي
كما شكيسني بيقولي وحنا نقرأ يقف كأخريا وقت جن شوقين الدبادة دي مادة إنه أوران دونا بيقولي وروحنا وخرافات كما شكيسني بيقولي أنا وسوى أنت هاجنا وانقرأ يا قوة دمبسين أنا رميسان دونين أنا وكما شكيسني بطل ما ميا أنا سوق أبنو وح سوق على سنة كيل حب على سداد يتبنى هجرية ده تترك دي بوصان غضي ماشي أدربيجان لا يدهدو قبصدي magaalo muslimiinta ay lahaayeen muraaq la yiraahdo soo galay taariikhyahanadu waxay yiraahdeen magaalada tan marka kan gabadh ba ka talinaysay oo muslim gabadh u taliso magaaladaasi gabadhu ka talinaysay buu soo galay dabeetana manjaniqiyo manjaniq waa madaficdi waaga jirtay waa baal lagu guro dhagxanta oo lagu tuuro dabka oo lagu tuuro gaas iyo waxa qarxaynta la isku rido lagu tuuro yacni madfacu intaanu noqon ka baaruddu qarxisa waxaan jiray mid farsamo kale qarxiso wax tuura marka manjaniiqa ahaan jiray waaga madaaficda jirta manjaniiqyadu u dhigtay manjaniiqyada waxa kaloo loo isticmaali jiray axjaarta waaweyn ee derbiyadan qalcadaha lagu duminayaa lagu tuuri jiray manjaniiqyo u xidhay dabeetana waa dumiyey magaaladiina wuu qabsaday bishii safar afarteedii baa la yidhaha sideed ba lix boqol iyo sideed iyo tobankii ayuu magaaladaana qabtay caadadii uu lahaabuu mariyey raggiina waa laayay xoolihii iyo wixiina waa qaatay dumarkii iyo caruurtiina waa la faraxumeeyey ibnu lathir markuu taariikhdan ka waramayo wuxuu sheegaa wuxuu yidhi dadka waramaa waxay ii sheegeen dadka siday u niyad jabeen buu ka waramaya ninta taari intuu kusoo baxo boqol muslim oo meel fadhiya inuu yidhahda ha dhaqaaqina iswada taaga oo la iswada taaga buu leeyahy oo midba mar madaxa ka jaro waxay taariikhyahanadu sheegeen buu leeyahy inay gabadhi kusoo baxda rag muslimiin ay tidhahda istaagtaaga oo iyadu layso dee waa maraykanka aad arkayso in imika laga baqayo istaagtaaga haddii la yidhaahdo waa in la istaagtaaga waxaa dhacay dadka baqihii galay wuxuu gaadhay xad tataarka la yidhaahdo raggoodaaba ka dara dumarkooda say wax u laayaan oo rag iyo dumar iyo wax walba laga baqo tataar sheegta tataarku marka kan iraan iyo dhulkaa kasoo takhallus iyo afghanistan iyo armenia iyo azerbaijan iyo pakistan iyo dhulkaasoo dhaaf turkumanistanada iyaga hadalkooda daa wuxuu marka kan joogaa jasiirada inuu weeraro jasiirada waxa u yaqaanan inta badan labadan webi ee ciraaq mara dhexdooda waa ciraaq waqooyigeeda waqooyiga ciraaq wuxuu isku dayay inuu arbilia meeshaan iminka akraadu degan tahay arbil inuu weeraro iyo muusal waa ciraaq waqooyigeeda labada magaale ah boqorkii hurday ee anaasir lidiin ilaahi la odhan jiray waa boqoradii ugu liitay muslimiinta soo maro ka mid ah oo xukuma baqdaad ayaa marka kan maqlay waqooyigii ciraaq in lasoo galay dowla alkhawarzimiya intii la tumay wuu faraxsana waayo dowla alkhawarzimiya col bay ahaayeen ciraaq lalaynaya bay ahaayeen marka isagu waa faraxsana haatatan baqaa soo galay waayo ciraaq waqooyigeedii buu marayaa ninkii arbiliya baa la marayaa maxay iyo muusal wuxuu isku dayay inuu ciidamo muslimiina ururiyo wuu dhawaaqay muslimiinta ha soo baxdo ciidamuu sameeyey nin ka mida saraakiishii muslimiinta ee markaa joogtay mudfuruddiin la yidhaahdo mudfuruddiin ayaa ciidankii loo dhiibay imisaa u malaynaysaan boqorkani ciidanku isu keenay boqorkii dhammaa ee ciidanka baadi doonay sideed boqol oo nin buu soo helay bay yidhaahdeen alkhilaafa alcabaasiya annaasir lidiin illaah sideed boqol ayuu soo hela sideedii boqol baa loo dhiibay mudfuruddiin oo la yidhi bal arbiil tataarka ka hortag oo sideed boqol oo nin mudfuruddiin waxoogaagiisii ciidana buu soo kaxaystay arbiil agagaalkeedii iyo meelaheedii buu yimi wararkii baa isgaadhay inay muslimiintii soo baxday ayuu jankiskhaanna loo sheegay iyo ciidamadiisii alkhilaafa alcabaasiya waa magac aad u weyn oo shan boqol iyo dheeraad sannadood jiray hadda waxaynu joognaa maxay lix boqol iyo sideed iyo tobankii hijiriyadaan idinkama warramaya waxaanay bilaabmeen lix boqol iyo laba iyo soddonkii
هجريه صوب بلابين يعني بقول يدور يصدق هجريه الا لح بقول يدور يتبكي شنقرني دوله سوشرتي ويان والدوله الدنيا دعلت يد قاعدي والدوله قانت الدنيا هو قامين شرتي والدوله الاولى بيكتي وهي هو انت شارد وين الدنيا كعبسطه لكن عيدا سداد بقول اي ولطه وحكو حساب تبي جنكس خان مركا إن سداد بقول يا وحنا لشيء يا خد عينيتي تكتيكي ملترينيت هاي أو أنت يا رين تي هذا ولا بقى عرر الدونو ده فخ عينك يو هنا وكل عيدونو ده بتنا وحقو عن صدق إنه حرب استنزاف قاله إنه مواجهة قلين الخلافة بهذا التاجن ده أول دولة الخوارزمية بهي الآن والخلافة العباسية ودولة دي مسلم أردم هوست جيي arrinku si fudud wax loo gali kara maaha sida awgeed tatarki waxay go'aansadeen xarb istinzaaf ku dhufo ka dhaqaaq iyo boob iyo kolba meel la galo iyo baqagelin iyo baabka in la galo laakiin aan ciidanka kan la waajihin iyo inuu sameeyo maxay axlaaf iyo itifaaqiyaat iyo heshiisyo iyo gaashaanbuur dunida inuu la soo heshiiyo gaashaanbuur soo samaysto si khilaafada markaa loogu wada diilo كدب قلدي خلافتنا إلهي ما مركا كان بدباديو دي بالوغا نغضي حمدان يا حقا سوكاي حمدان بو عكتا سي مريي أردو المقالة اللي راهدو عكتا سي مريي وحي ودن كاسي اللي كربو سي اللي إلهي وكا قاري مقالة التبريز اللي راهدو تبريز واهو رأي مادين وحي مادين وقتي قبو بقى وبرف قدعيو دبيتانا ninkii boqorkii markaa haysteena wuxuu siiyay waxooga xoolaha iyo dhar iyo lacag iyo balan buu la galay intoodii bay qaateen oo ku iska tagay waxa haystay Ozabik ibn al-Balhawan ninkii ku tilmaamayno oo nin khabriye cabaabay ku sheegay taariikhii hanadu alaan waa waqti jawigu fiican yahay de balankana walba muu aqoonin waxay isku dayeen markaa haatatan inay weerar rasmi ah magaalada ku qaadaan laakiin magaaladiina way isbedeshay intii waxa qabsaday شمس الدين الطغرائي نيل اورنجري وي تاريخيا انو يداهدان و خو هانين ادونكي سي اخردي سبب فهميا نيكا كاري ماركو ماشا قبصدي مغالدي سي و ديار غرويي عيد مو سميستاي و ديار غروبي انكستو تتاركو عيدن ااد بدن يد دوله دا لغا ودا بقيا يهين لكن و خو كوتلا غلاي دي كولاي با و دمانايساي ادو سي جيدا حدمان ماشا نيمان كان دي عيد بيدين ما يان ماركا حدا تراعدن و كو ديلي da dagaalantana uu ku dili had walba waa dhimane inuu isku dayo inuu isdifaaco ayuu ku tala galay in jihad buu iclaansaday dadkii baa la xamaase galiyay culimadii baa dhawaaqday magaalada qalcadaheed iyo aswaartii darbiyadii ku waraagsanaa iyo wixii baa la hagaajiyay dhufaysyadii iyo godadka la qotay waa loo diyaar garoobay tatarkii way soo taageen waxay maqleen meeshan in jihadka ay eelaansan yahay kadib waxaan raali ahaa iska sii noolaada oo ka talaabeen may u jeesanin waxay u kaceen magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinkaasi meeshan ku yaalay Belqaan la yidhaahdo waa Iran magaalo ku taalayna Ramadaan لح بقولي سيدة يا تبقي بس سوق قالين إيه ده نعكتي ماريا ابن الأثير وحلي كانوا يشقون بطون الحبالة ويقتلون الأجنة وكانوا يرتكبون الفاحشة مع النساء ثم يقتلونهم وحوت الماما يا ما قال ده مركي غفتين المها أورك كتشري حتى ويدي لين بولي تبريز زوجها تم يسمرك أركان صعدة فين تاني يربى لسكا عرب بربري ilmaha uurka ku jira xataa waa dileen buu yidhi kuwa uurka leh uurkay ka soo rideen ajinada waa laayeen dumarka raggooda hortooda ay ku faraxumeeyeen kadibna waa laayeen xoolihii waa boobeen farsamadii ay yaqaaneen waa soo socdeen kanje magaalo la yidhaahdo yimaadeen reer ganje laakiin iyagu sidii reer Tabriz bay istiyaariyeen jihaadkii ku tala galeen tataarkii waxay maqleen halkana jihad baa ka eelaansan si nabad ahaado yiraahdeen xagga kale ka dhaafeen waa ka talaabe
وحتجي مركا حق صارق أيه وكعين ودنا دان راشي دول كانوا مسلمين توي مكولي جميستو داغستان باي جالين أكتاي مريين شيشان باي جالين أكتاي مريين راشي أي بلابين أي دجال كوسي قادان وبيكم فول قال يا دادي غير كيسو أتراكت مركا يدقي شرتاي جالين فول جينا أكتا مريين دتكي دجانا سنتكي سنتكا كو حيغي لح بغولي سقالي طبانكي وحي قعان تاكو ديغان سنتكا سمركو صوغ غلاي وطاتاركو مركا كان اي قعان تودا كو جرا دولة الخوارزمية دمان تود كازاخستان غرغستان طاجكستان وزبكستان تركمانستان باكستان او لغا ريبو قبل كيير كرمان لايدا دو افغانستان ايران او لغا ريبو حدود دير اي قلبات واي طايفة الاسماعيلية ديغانتي اذربيجان ارمينيا تشورشيا يا راشي يا قلبيت كذا انت هسي مريا انت هسي هذا قعنتك وهايا اللي حبوا لي لباتان مركي تاريخ دو مري سي سيو فهمتان مسلمين تاني محي قداتين راغب السرجاني في كتابي افر حادثو شيغي يا ولايي افر تن هدا يلف فهمتان دد كاني وحي وبربوريين وقرني سامبويل حادث هذا كواد وحلي هي تطارق الراشيه قالين دقالدي الراشيه يكودين مركي ميل دحمر يان طائفة بلغاريين لا يدهدو ما هي بلغار كان وبلغاريين راشينا مركي هل كان مريين أي قبائل كان بلغاريين تسوچ بيين تطاركي مركي سوچ بيين شب آد وفال حنا قدعي وبحر غزوين قلبيت كي دبا لا يدهدو دبتنا شب كاسي وحو الله صعدنا في إنشيشان يا داغستان يا أدربيجان يا وحا صعدنا مقعنتو دايكا صوبحان نمانكي تتارك اللورن جري راشية قيب كم دبا شب حوغن وقيستي وحو كان اي مركا لولكي اي قبسدين يوحي ودمين اي بربران وحوغ تتارك وقل قلمو لكن مسلمين تو مركا كان محي سمعي مركا قولك لو سوچ بيسي يغم حي يالين كو وحيدا دان ارمينيا مسلمين تيد بغر ردي شوغي جري بغر كم دا ايا عيدن دياريي دو لما تساقو حقوق قاضي بيدا دين كورج كورج هو تشورشيا دكتور راغب وحلي وحنكون معنين كرا وحكاني الحول السياسي بيد ان حول كو حويان دد كان اندو حنون كو دعي مركا اندو اسك سي هرجستان يعني حق السياسه دبولي محبوب اركي ما يان ويو مسلم قيبتي سي قلبيد او دن بري او دن تتار با هيستا دولة دي تتار كان قيب كمي دالة سوچه بيه وي چلع سنتاي هلكو تتار كا كغد دولي لها ايو غلا كريستان او كلا ميلسكا چوكتا ودن كلا او ولي با ايهونا تتار كا نبتي سنددمي او تتار كا اي هرو چارچي هرائي او غلين او مشكلة دو قبساتاي هلكو اما كوان حلفي وداك او اسكا الالين ايا لقالي لها اما اتليست هشيس او اسكا لقالي لها ايا غنافي لها او فوكس كساري لها دولة دوين ايس هايان ayuu intu tatarka ka jeesto meel kale isku taagay dagaalada badar oo caalamka islaamka socda noocaas ay weegi waxa muhiimka ah arki maayo wax yar oo kaloon baba uu muuqdo meel yar oo kaloon bay dadkani ku wareersan yihiin oo dagaalkood iyo qorigood iyo wuxuu dhimo soo jira waxa wal siyaasiya waa dadku aan bislaanin aragtidooda siyaasiga aanay bislayn aan kala garanaynin maxaa see loo kala horaysiya qofka khabiirka ahi ahdaaftiisu waa inay taabuur ku jirta وين كلا دمبيان هدف كاغا ugu dambeeya ka ugu horeeya haddii kala garan weydo waa mushkilad ninka kan wuxuu hoos imanayay boqorkii loo dhan jiray ala sharaf ibn musa al-aadil jazeerada ka telinayay oo qoyga iraq ka telinayay uu hoos imanayay dabeetana duulimaad xaq aas uu si qaaday idan waa xikmad darra askariya waa ru'ya siyaasi oo qaldan labadii kooxood waa isku madheen kristanka iyo muslimka aha markii naftu iskaga baxdayna heshiis baa la wada galay waraysteena waa goorma labaduba tatarka iska dhicin kari lahaayeen laakiin markii labadiiba naftu iskaga baxday ayay heshiis wada galeen kaasi waa dhacdada koowaad oo tilmaamaya wuxuu leeyahay dadkan isay u fakarayaan ma rabaa inay la garataan dhacdada labaad oo tilmaamaya waxa weeyaan tatarku markii ay jabeen gobollada eeran gudaheeda waxaa ka soo baxay nin cusub oo odaygii hore boqorka meesha ka ahaan jiray caruurtiisii ka mid ah jalaaladdiinkii maaha
ونن غياث الدين ليراه ده وجلال الدين كإنديا وطلابه ولاليين كاسا وحقب صدي مدينة الري إسبهان يمالحاسي نوحقب صدي كونفورتا يقلبات كإيران مركا لغربة خراسان تيساري والدولة عصوبة صباي سانتي ولكن إنا نودالي وديجي محمد الخوارزمي وهقامين أيوه لكن والدولة أتليست تطارك خلاف العباسية نحدودة كتيرتا سيدو فكرة الناصر لدين الله يجي بغداد هايستي خليف عباسي خوارزمين تعلبة هاي وحسر والله وكوا مرة بات صور نغضي خوارزمين تي هل كو كيف فكري لها تطارك سيدادة بغلا ننو هلاي قار كاقا قدبان با الله كياني هل كو كورا لها أيو حو كيف فكري كوحدا نهدي حو قيستو ودولة يرى عصوبة سمايسة تهدي سوح حو قيستو إن خلافة دي سي خطر كو تحي أركتي استراتيجية مرنا بكو مفكرين وحب بلابي مركا دولة دائرة عصبة مسلمة كيسا ما يسانيسا سيدو خلق القليل لها دبتنا قرال وحو لسمي غياث الدين كنينو أبتيا ولدا إغان طائسي وأبتيك الرما وحو أبتيو يهي كان دولة دا سمايستي أي ونين سياسي وهنقوري سياسي دا ديرا هيا بحدود لسمي ولي ماشا خلخالي نين كان وضا انقلابنا أذان رماين الدولة دا قبصته تاقرانا واقوسينا يا ماشا سادو خلخالي نسا خلخالي كان يوم مركه هربه هنقول سياسي هي لكن ده يرعب سنة يي وني كان ده بس عدي أيام قال لنا خلافة دي با أصول لبا على سيا وحيس كده يي مركه إنه سنة عيد ما ورصدا وحص ما يستوى وكنه مركه إذا منا عيد بابو صما يستع عصيان بسمية يسقي بابا مسلمين تكون بلعبة وير والجوية يقاطع طريق نما يوحبوب بلعبة يا مسلم كباب قال لي الدولة الرباين وخلخل قليه وأنا منك التتارك وكوها بسدي إيم كراشي وحوجا الله ككيري تتارك تبيان هل كييجو إسرور سلا هاي نتتارك الله سكو ولا داري لها إلا يمن قول يلقى عيل لها أي واحد مر كم باب لا مين يجو سريح ريحان ومحي دولة نمدا كينا وو أجادي غياث الدين كينا عيدا بص ما يستوي ولا صبح حي لبدي كوحد با سكو شبي كي خلافة تاجر يسيب الله تبيي إغان طائسي لكن وقورما وقور عدد تربضنا مسلمين الدنتي كاعيدا كيسا باقي كهرين أذربيجان بيو بحصدين يعني وحن نوغتشي دا تصالها نوصاق هذا نيا إنو عدا إيو مسلمين تو إنا إيقو سم مغضان عدا هايساتا إيقال كم كسو دولي وحن بينانا ياركنين بقر يرا والمين سلي كم كو قوحيقا نفتا كهر قاداما يساقوها كهر لنتو أما ما قالك غبسا من ريح حالة صدحادة وتلمامة يا وحويان وحادثة ابن الأثير بو ورانيو حادثة غريبة لم يوجد مثلها بيوري ابن الأثير بو حولي ودعدة غريبة وان يضو كلا لارك دعدة نمحي شيغيسا وحي شيغيسا قولا دي كورجيين تا هيدا الكورج جورجيا بغرطو يدو ديوا قبادي قبصتي كريستاني gabadhi boqortooyada qabsatay ayaa dabacday inay guursato dabeetana George iyo agagaarkeedii waxay ka weyday cid abnaa ilmuluka ama cid ay aragtay inay cuntamaan oo ay guursato dabeetana way diiday waxaa maqlay boqorkii aan ka soo warramayay dowla salaajiga anadoliyiinta أنا ضل وتركي جي قديم كها مركا لغير ريبا إسطنبول يا حقا بيزنطيين تو هاي ستي أنا ضل دولة سلاجقة باكا تاقنيت سلاجقة دو دولة إسلامية وحا مركا مضحكا مغيث الدين طغر الشاه وقلج أرسلان كي هوري معروف كها أيا دالاي بغر كاسبا مغلي أرمينيا بغرد دي ديني قردون تي دبيتنا وفرين بو دريولي يي وحن ربا انان كي جينا تقورسته بغردني كريستيان تيجي متعصب بكوا هيد وحي تري باهي وما قبنا انان صما انان مسلمة انان قورسنا باهي وما قبنا وحيدي هدي با ادقبال سينا تقورسته وكو كريستامو بيا دبا بغر مسلمة انان كو ها كريستامو بولي لكن چارچي بغرد ده قورسته بغرد هر نغضو وقال لي بيتري ادا تاقبال سان
وحل صاد رأينا بقر والربين الدين تكريستا كاقا تسيو بقر دو قرسدو تشارشيو يمي دين تكريستا كو غالي بقر دي بالو قوريي هل كاسيو قرسدو قياس عالم الإسلام الرقي كتلين يمر كاسي ديو فكريا بقر دي يرو هايستا تشارشيا يم مملكة داير هايستا إن أي قردون تهيبو إنن كيسا كريستا نغدي غيا boqoradan wadan bay haysataa inaan yaro muslimo kristaamo bay dadtiisii ba ka baxaynaan waxba ku tirinayna way iska garanaysa isagoo joogay umay dhag taagin la iska tubata naa waxaan jooji buu yidho sheekabaraleyda la baxbay ku tiri mid adoonkiisii adoomihii meesha ka shaqaynayay mid ka mid ayaa buu ugu yimi oo sariirtiisii saaran dabeetana uu iska yara xanxanaajiyo wuxuu yidhi waxaan hadda dayn weydo ma waxay ku tidhi ama sidaa ku joog أما واد أركي دون تواح كوكو دعا وابو اسكي يرا عريسي أعي تلي هلا قبطو ألا مسافرية ميل غارة هلو حدو ألا كحيي ميل غارة هلو حدو نين كالينا وي اسكي قرستي اسنال غاسو حدنا وابو غاركي إنن كيسي غير أنا الدولة لو دري إنو قبضة كريستان كاي قرستو يعني حديثة داني محي تلماميسا وحي تلماميسا سيدي ماديين ونغدين دات كان مسلمين تا يا عقائد الرميسين انت اي تمر لك تا هاي دات كاسين ربناين اي مركا عالم الاسلام اي مركا كان وحكا دعيا واس كسيو كوبا يا وقت قوار دماد مغفل ايا ان كستانا موسى وراغدي سيو لي هاينين لح بغول يا كوبا يا لواتن مركا تاريخ دو مريسي وحدبو بلاب مي غياث الدين نكي لورين شراي نكسا ورني دولة دير عصوب آساسي منطقة فارس اللي ده دين تيدا بدن بو غفصدي وحاكو صواب بحي ننكالي وسعد الدين ابن الدكلا اللي ده دبتنا نحدو دي بي اسكيد دلين داد بدن باكو كالا دنتي أخيرا waxay noqotay Ghiyaathuddin inuu meeshi u soo xoog badan karo Sacduddinna la yara riixi karo warkaasi isagoo taagan oo muslimiintu saan isu laynayso ayaa tataarkiina 3,000 askaray faaris u soo direen madiinatu ray bay soo baabi'iyeen sawa bay soo baabi'iyeen qumtan araanta ay degan yihiin bay baabi'iyeen qaashaan magaalo la yidhaahday baabi'iyeen حمدان بي سوى بابئيين فرسما دو دي بي دي بسوى عليين واسا دي حنونين جنك خسخان بي اتقانيه وانا بطغة با وايا لما دي عيدان اي رأي ميش شوك ييغا استيليا قياث الدين يا سعد الدين ييغا استيليا طايفة يرو صدح كورنا مقالو ينكا يترتريسا واي سي ودا ليح بقول يا لبي الله باتن تاريخ دو مركا يمريسي ayaa dib waxa uu soo hambaabiray Jalaluddin kii waadiga Sindh ka talaabay India u talaabay India dawlad qawriyiin la yiraahdo muslimiin baa degan isku maray fiicnayn Jalaluddin kan laakiin inuu xaqqa iska waajahay buu tataarka ka doorbiday kadib uu dib uga soo talaabay wabiga Sindh aan halka ku joojinno marada Axmed soo fadhiistay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وقتي قلنا عرينا أودت وكحنا رالنا أو إن موضوعي محاضرة سدحادي موضوع عن تطارك ما أنت نجوت إن شاء الله ولا الله وحنا وقيسين